اتعشيت. لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الله، قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع عايز هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزردة اللي هي زردة ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت ملة على ودانك يا مرات خالي. ما قلت ليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. دي عيشه تقرف يا اخي. ايه ما تخليش بالك. ما هو بنقلب على نيات وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا. شاي ام حسن. الله انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه يا خالي؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا. انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ انا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوه. حاضر يا خالي. خد الباب معاك. انا بقول اخد العيال معايا عشان انا خايف عليهم. لا انا هسيبهم مالكش دعوه بيهم. حاضر يا خالي. حاضر. حاضر يا خالي. اوعى بقى. اديني شاي ام حسن الله لا يسيئك. شاي ايه؟ ام حسن. يا ابني مفيش حاجه اسمها شاي ام حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقة ولد. ورقة تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. افتح يا خال. اول حي يرجع. افتح يا خال. ما تردش عليه. اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن. الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم الخمد؟ انا مش هتخم؟ ايه؟ اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا زهقت، انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟
مش يا ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر اديني خلصت يا اخوي، اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعاش، قولوا لابوها ان كان جعان يتعاش. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام.